اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف النهارده لاعبه فريق 2007، اتنين من اللاعبين المميزين ان شاء الله اللي احنا دايما بنراهن عليهم، محمد عبد الفتاح تاحه. نورنا يا تاحه. ربنا يخليك كابتن، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ايضا ياسين عاطف. نورنا ياسين. نورك يا كابتن. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. نبتدي مع تاحه. طمنا بقى تاحه، يعني اخباركم ايه في الدوري؟ الدنيا ايه؟ ما شاء الله عندنا 2007 فريق من الفرق المميزه، ودايما هنا بنذيع لكم ملخصات المباريات، وماشيين ما شاء الله بشكل كويس. والله احنا الحمد لله تمام، ماشيين كويس، بس هي شويه يعني اخطاء كده بسيطه يعني معانا، بس ان شاء الله نفضل نحلها يعني الفتره الجايه ان شاء الله. في البدايه بقى، لسه هنتكلم دلوقتي عن الدوري باستفاضه، محمد عبد الفتاح تاح عشان الناس تعرفك، دايما الناس بتسمع الاسم ده محمد عبد الفتاح. الاول عرف يعني الناس مركزك ايه في الملعب. انا بلعب سترايكر وبلعب ساعات وينج شمال. بتلعب مهاجم او ناحيه الشمال؟ المكان اللي بتجيد فيه بشكل افضل ايه؟ الفيرود. المهاجم. انت السنه اللي فاتت تحت صعدت مع 2007 صعدت السنه اللي فاتت مع 2006 في بطوله زد الدوليه، صح؟ احكي لنا عن البطوله دي، خاصة كانت بطولة قوية ويعني وأحرزت فيها هدف كمان في النهائي. والله هي كانت بطولة قوية، يعني ادتني دافع كبير جدا إن أنا أبقى كويس. حتى اللعيبة بتاعت 2006 بشكرهم كلهم، لعيبة يعني كل اللعيبة يعني كانوا واقفين جنبي بشكل كبير، يعني بشكرهم طبعا، وبشكر الجهاز الفني طبعا، الكابتن سيد غريب كان صعدك السنه اللي فاتت، ما كانش 2006. بشكره جدا يعني اكيد. فبشكر اللعيبه يعني عامه كلهم. تمام ياسين، طمنا عن فرقه 2007 والدوري، وما شاء الله برضو ماشيين بشكل كويس. السنه اللي فاتت خدتوا بطوله الدوري، السنه دي برضو انتوا بتحاولوا برضو، عندكم رهان كبير ان تاخدوا البطوله برضو السنه دي زي السنه اللي فاتت. لا كابتن، احنا خدنا بطوله الجمهوريه سنتين ورا بعض، يعني هدفنا السنه اللي فاتت واللي قبلها. وهدفنا ان احنا نكمل على كده السنه دي. ان شاء الله هناخدها السنه دي. طيب ياسين عاطف، قول لي بقى برضه عشان الناس تعرف مركزك ايه في الملعب. مركزي اوف ليفت ومهاجم. انت زي تاحه برضه؟ طب في الملعب بقى الكابتن، يعني الكابتن اسامه زكي بيوظفها ازاي؟ بيحطني اوف ليفت ويحط تاحه سترايكر. ويحط وطويجي في الماتش ممكن يغير؟ بنبدل في الماتش. المركز اللي انت بتوجد فيها وتحبه ايه؟ هاف ليفت. هاف ليفت برضه. طيب كويس. عايزين البدايه يا ياسين، بدايتك في النادي الاهلي بقالك كام سنة في النادي؟ أنا دي تاني سنة ليا مع النادي. جيت من وادي دجلة. طبعا السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت ما كانتش أحسن سنة، أنا أول ما جيت أول ماتش ليا اتصبت. كان حظك وحش شوية. الحمد لله. وعقبال ما أهلت ورجعت من الإصابة وكده، كانت في آخر الموسم، بس السنة دي الحمد لله الأمور ماشية بشكل كويس جدا. إن شاء الله ناخد البطولة السنة. ابتديتها من الأول في فترة الإعداد وبانتظام بشكل كبير. الحمد لله. إن شاء الله السنة دي تبقى سنة موفقة، وتقدر يعني تعوض اللي فاتك السنه اللي فاتت، تقدر تعوضه السنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واحنا دلوقتي بنستعرض لقطات، كان مخرجنا محمد اكوري بيستعرض دلوقتي لقطات تاحه. شفت لك هدف ما شاء الله، انت مخصص رقم واحد في ضربات الجزاء، صح؟ قول لي بقى يعني الكواليس، الكابتن اسامه زكي بتمرن عليها، بتشتغل عليها ازاي؟ يعني انا كنت بنفذها بس كويس، عشان كده هو بيخليني انا المخصص يعني اول واحد. انت بتتكسف في الملعب برضو ولا ايه؟ لا 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 طبعا. طب انت هنا مالك كلامك قليل ليه؟ اتكلم يعني. هنا ركله الجزاء قدامنا، في التمرين بتتمرن عليها دايما بصفه مستمره؟ مش بشكل كبير يعني. يعني ساعات بندخل وساعات على حسب يعني. طب وانت داخل تشوط ركله الجزاء بتبص على حارس المرمى، ولا انت واخد قرار ان انا عندي زاويه هسدد فيها واحطها بمنتهى القوه؟ بالظبط، انا بركز بس ان انا احطها في الزاويه تبقى كويسه. ما بركزش طبعا مع الحارس اكيد. عشان اعرف انفذها كويس. بدايتك كانت امتى في النادي الاهلي يا تاح؟ انا كانت 2012. 2012 بقى لك كام سنه دلوقتي؟ ما شاء الله 11. 11 سنه. 11 سنه. ده انت المفروض تبقى يعني ما شاء الله. خلال ال 11 سنه يعني مين المدربين اللي مرنوك في القطاع؟ انا بداتها كانت مع الكابتن زكريا حسين. كابتن بداتها معاه كان من وانا كنت لسه صغير خالص. كان عندي 5 سنين، كان مدربي يعني، وكان له فضل كبير عليا يعني. هو ده كانت البدايه مع الكابتن زكريا. بعد كده
بعد كده بدأتها مع الكابتن محمد عبد العزيز. اه كابتن محمد عبد العزيز زيزو. اه بدأتها معاه، مسكنا فترة كبيرة طبعا، بس يعني كنتش موفق يعني ساعتها وكده. كنت لسه صغير، كنت لسه المشاركة صغير. قليلة. اه طيب بعد كده مع كابتن مين؟ بعد كده جالنا الكابتن أسامة زكي. انتوا شغالين مع كابتن أسامة بقالكوا فترة صح؟ اه ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من المدربين؟ هي اول حاجه الثقه طبعا. اه الثقه دي طول ما هي معاك طبعا بتعرف تلعب اللي انت عاوزه وبتعرف تأدي في الملعب. اه يعني هو الكابتن اسامه طبعا مديني الثقه يعني بشكل كبير، اه فبعرف أأدي اللي انا يعني بأديه في الملعب، وبعرف اكون كويس يعني. يعني مش حاطط عليك ضغط حتى لو غلطت، اه يعني عادي، بس دايما بيلفت نظرك عشان ما تعملش الغلط ده تاني. اه هو ده اللعيب محتاجه في الملعب صح؟ بالظبط. اه ياسين قول لي بقى، الدوري يعني مباريات زي مباريات الدوري الممتاز، انت بتلعب بطولة جمهورية كلها فرقة قوية، استعداداتكم قبل المباريات انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض، انت على المستوى الشخصي مع كل مباراه عايز احضر نفسي، عايز ابقى احسن واحد في الماتش النهارده، عايز اسجل، عايز افيد فرقتي؟ لا كابتن، انا دايما كل ماتش بيبقى اصعب من اللي قبليه. اه بطوله الجمهوريه ما فيهاش ماتش سهل، حقيقه. اي ماتش بيكون بالنسبه لنا بطوله. احنا دايما مركزين على البطوله، النادي الاهلي دايما مركز على البطوله، فاحنا كل ماتش لازم نكسب، لازم ناخد 3 بونت. كويس. وانا طبعا دايما بكون عايز ان انا اكون احسن واحد في الملعب، اه بكون عايز اسجل واصنع، ويعني اكون احسن من افضل الناس في الملعب. ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها بقى، انت جيت النادي الاهلي السنه اللي فاتت يعني كان حظك وحش، اتعورت او جات لك اصابه عطلتك شويه، لكن السنه دي ما شاء الله ابتديتها من الاول. ابرز الحاجات بقى اللي اتعلمتها في النادي الاهلي خلال الفتره دي في الروح يا المباريات؟ كابتن، من ساعه ما جيت النادي الاهلي واكتر حاجه اتعلمتها الروح، ان انا ما ينفعش اخسر حتى لو ايه، لو الظروف كلها ضدي لازم اكسب، ما ينفعش، ما فيش خساره عندنا. والكابتن اسامه زكي دايما ابرز النصائح اللي بيقولها لك. كابتن اسامه زكي دايما بيقول لي العب لاخر دقيقه، ما تيأس ابدا، حتى لو مش موفق اجري كتير. طبعا بشكره، طبعا صاحب الفضل عليا، صاحب الفضل الكبير جدا، هو اللي جايبني النادي ده. يعني هو اللي شافك في المباريات وقال انا عايز اللعيب ده، شافني هو الكابتن خالد بيبو جابوني النادي ده. في الدوري المباراه الصعبه ايه اللي انتوا كنتوا عاملين لها احسن؟ انتوا لعبتوا كام مباراه دلوقتي في الدوري؟ لعبنا 6 ماتشات. 6 ماتشات، في خلال ال6 ماتشات دول ايه المباراه اللي انتوا كنتوا كلاعيبه او الجهاز الفني يعني حريصين المباراه دي لازم نركز عليها ومباراه صعبه؟ الماتش اللي فات ماتش امبي، ماتش امبي كان فين بالمباراه دي؟ كان امبي في امبي ده كنا مستعدين له قبلها باسبوعين مثلا، نتمرن جامد عشان رايحين نكسب الماتش، بس الحمد لله تعادلنا، خسرنا ضربات جزاء، بس الحمد لله كنا رجاله في الملعب، يعني اديته بشكل كويس. كنا رجاله في الملعب. قول لي بقى تاح، المباراه ايه اللي صعبه اللي انتوا عملتوا لها حساب في الدوري السنه دي؟ يعني ياسين قال لي مباراه انبي كانت مباراه صعبه ومركزين. هو في مباريات كتير يعني، في عندنا مثلا زد وعندنا بيراميدز، ماتشين دول ورا بعض. زد طبعا مشى اول طبعا، زد برضه فرقة كويسة طبعا، بدأ الدوري السنة دي بشكل كويس جدا. وبيراميدز طبعا هيبقى بعدها، بيراميدز نافستنا السنة اللي فاتت، كانت ماشية معانا برضه بنفس النقاط، بس ربنا كرمنا طبعا وفرقنا عنهم. فهم برضه الماتشين دول برضه صعبين، عاملين لهم لسه هتلعبوهم خلال الفترة اللي جاية؟ فعاملين لهم حساب ومركزين فيهم. أبرز التعليمات اللي كابتن أسامة دايما بيقولها لك في التمرين؟ هو أكيد طبعا الروح، الروح دي اول حاجه عندنا طبعا اتعلمناها من النادي. انا بقى لي حوالي 12 سنه ولا 11 سنه اتعلمت الروح دي اول حاجه طبعا. دي اول حاجه اتعلمتها من النادي، يعني ان الروح تبقى عندك، ما ينفعش تخسر حتى مهما كان الظروف ايه. فعلا في مباريات كنت متاخرين فيها وخسرانين وحاولت ورجعتوا؟ بنجيب كتير كتير ماتشات كتير السنه اللي فاتت كنا بنبقى خسرانين ونجيب نتعادل ونكسب. دي يعني دي حاجات يعني ايجابيه لينا يعني. هي دي الحاجات، ابرز الحاجات اللي اتعلمتوها. بالظبط. قول لي ياسين، انتوا عندكم 2008 2007 هيبقى ليهم منتخب مصر. ان شاء الله. 2007 لسه ما تمش الاعلام عن منتخب مصر. طموحاتك بقى وانت شغالين دلوقتي في الدوري وبتادوا بشكل كويس، انتوا الاثنين ما شاء الله بتلعبوا، يعني طموحاتكم لما يتم الاعلان عن منتخب مصر؟ لازم اكون موجود في المنتخب، يعني هدفي الاول ان انا لازم اكون موجود في منتخب مصر. مش منتخب مصر سني، منتخب مصر الاول ان شاء الله. ده دايما هدف عندي، بشتغل له من دلوقتي عشان ان شاء الله بيوم من الايام اوصل. بتحلم دايما باللحظه دي؟ انا عارف منتخب مصر. مين من اللعيبه اللي في الدرجه الاولى وانت بتتابع، طبعا بتتابع الدرجه الاولى في الاهلي، مين من اللعيبه بيعجبك؟ حسين الشحات. حسين الشحات.
بحب طريقه لعب شبه طريقه لعب. اكتر حاجه بتعجبك او بتلفت نظرك بتاع الشحات انت بتحاول تقلدها ايه؟ ان هو بيشوط من اي حته. يعني دايما هو اللي بيسجل، دايما هو اللي بيكون عنده الاصرار ان هو يجيب. دي اكتر حاجه بتعجبني فيه. دي اكتر حاجه بتلفت نظرك في حسين الشحات. تاحة، اكتر واحد بيعجبك في الدرجه الاولى؟ هو في صلاح محسن، يعني ده في يعني في انا ستايل كتير منه. صلاح محسن انت شرقاوي؟ طبعا. تاحة من الشرقيه من بيلبس، فهو واخد بقى خط صلاح محسن الشرقيه. هو الشرقيه ما شاء الله. بص يعني عندك احمد بلال، وعندك عماد متعب، عندك اسامه حسني، عندك صلاح محسن، وان شاء الله يكون امتداد بقى للخط ده يبقى محمد عبد الفتاح ان شاء الله. صلاح محسن. اكتر حاجه بتعجبك في صلاح محسن ايه؟ ستايله. ستايل بس؟ لا يعني الاهداف، ستايله والاهداف طبعا اكيد ولعبه يعني، بس انا فيها كتير منه يعني. عشان كده بحبه، بحب طريقه لعبه، بحب ستايله في الملعب، كل حاجه يعني. هو يعني ستايلي في شبه منه ستايله بكتير. منتخب مصر 2007، طموحاتك طول ما انت بتلعب وبتتمرن في النادي، انت بتلعب المباريات في بطوله دوري الجمهوريه، دايما عينك على منتخب مصر. لما هيكونوا المنتخب ده انت نفسك تروح طبعا منتخب مصر؟ اكيد طبعا ان شاء الله. يعني انا اصلا بلعب يعني في الاهلي عشان منتخب مصر اكيد. ان شاء الله يعني ربنا يكرمني واوصل المنتخب، ومش المنتخب بتاع 2007 بس، منتخب مصر الاول. ان شاء الله طبعا. ان شاء الله. ياسين، بطوله الجمهوريه بطوله حلوه، بطوله قويه، ايه الصعوبات اللي فيها اللي انتوا بتواجهوها؟ هل الملاعب دلوقتي انتوا بتلعبوا في ملاعب مدينه نصر، ما شاء الله الملاعب ممتازه، ملاعب جيده، لما بتلعبوا بره الملاعب بقى على نفس الدرجه بتاعت مدينه نصر بتلاقوا الاريحيه، ولا في ملاعب بيبقى فيها صعوبه شويه؟ لا، في ملاعب بيبقى فيها صعوبه قوي. ساعات برضو الحكام بتيجي علينا. عشان احنا النادي الاهلي. فبنواجه صعوبات في الملاعب وفي الحكام وفي اجواء الماتش كلها في الماتش. بتتغلبوا بقى على الحاجات دي ازاي؟ بالروح. ان احنا لازم نكسب مهما كانت الظروف ضدنا، لازم نكسب. هي دي النقطه. شايف اذاعه المباريات، احنا هنا زعنا ل 2003، زعنا ل 2005، كان السنه اللي فاتت لما كان موجود 2007، 2006، 2007، السنه دي ان شاء الله هنزع لكم مباريات. ان شاء الله. شايف التجربه دي ازاي؟ يعني الناس تشوفنا اكتر، والناس تعرفنا، نشوف طريقه لعبنا كفرقه جماعيه. والناس يعني يتعرفوا على كل لعيب فينا، وفي ايه المميزات، ان احنا فريق قوي خدنا بطوله الجمهوريه سنتين واربعه. تجربه اذاعه المباريات تتاح، اكيد طبعا كل واحد يعني إيه الناس تعرفه اكتر، كل واحد طبعا يطلع اللي عنده اكيد. فيعني اكيد هتفرق معانا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. احلى هدف جبته في الدوري كان هدف ايه؟ السنه دي ولا السنه دي او السنه اللي فاتت؟ السنه انتوا خدتوا الدوري ولا قبلها؟ لكن الهدف الحلو كده اللي انت كل ما تقعد كده يعني هدف حلو انت جبته. السنه دي كان جون الداخليه تاني. الجون التالي الكره جات لي في نص الملعب كده، عديت من واحد والتاني وحطيتها في البعيده. ده من احلى الاهداف اللي انت جبتها السنه دي. ياسين، الجون الداخليه الاول. انتوا ايه، انتوا متفقين مع بعض بتلعبوا راس حربه وينج ليفت وبرضه في نفس الداخليه الجون الاول والجون الثاني؟ الجون الاول في الداخليه كان في اول الماتش، فتحت الماتش. كان جون كويس، انا بحب الجون ده قوي، اتحركت في المساحه وحطيتها من فوق الحارس. ده الجون بحبه قوي. كويس قوي. كابتن بدر رجب، كابتن بدر رجب بيتابعكم وبيهتم بيكم، ابرز التعليمات برضه الكابتن بدر بيديها لكم او بيتكلم معاكم فيها ايه؟ دايما كابتن بدر بيكون موجود في التدريبات. يعني كل التدريبات بيكون موجود فيها، بيتكلم معانا كفرقه. بيحفزنا ان هو عايزنا كلنا نكون في الدرجه الاولى. كويس. ودايما بيجي لنا الماتشات وبيدينا تعليمات في الماتشات وبره الماتش. وانت تاحة؟ هو بيتكلم معايا كتير عن نقطه الفريق الاول. كويس. ان انا ان شاء الله اشد حيلي باذن الله السنه دي عشان اطلع فريق اول واثبت نفسي واكون كويس يعني، والعب وحتى اتمرن. يعني مهم قوي دايما انتوا حاطين هدف ليكم، انتوا بتلعبوا ماتشات وانتوا في التمرين، ان انا نفسي اطلع الدرجه الاولى او يبقى في يوم من الايام ان انا امثل النادي الاهلي في الدرجه الاولى. اكيد طبعا. كل واحد فينا حاطط الهدف ده قدامه. نفس الكلام يا ياسين. انا هدفي ان شاء الله ان انا اكون اصغر لعيب في الدوري المصري. ان شاء الله.
النادي الاهلي السنه دي في فتره الاعداد ما شاء الله يعني وفر لكم معسكر كان ناجح جدا في الاسكندريه صح؟ يعني برضو من الحاجات الحلوه ان كل الامكانيات متواجده في النادي الاهلي. معسكر كان مهم يا تاح. كان استعداد لينا للدوري. عملنا معسكر كويس يعني كل اللعيبه. اللعيبه اشتغلت بشكل كويس، عملنا فتره اعداد كويسه. كل اللعيبه طبعا. فكان استعداد لينا للدوري. تمام. ياسين اكتر حاجه ركز عليها الكابتن اسامه زكي بقى في فتره الاعداد. ان احنا كلنا نكون قريبين من بعض. يعني كلنا نكون حابين الخير لبعض، نلعب مع بعض كفرقه جماعيه. محدش يكون بيلعب لوحده. دي اكتر حاجه هتفرق معانا السنه دي ان شاء الله. انتوا السنه دي لعبتوا كام ماتش في الدوري؟ لعبنا 6 ماتشات. 6 ماتشات، عملتوا ايه في الماتشات؟ كسبنا 5 وخسرنا 1. كان المباراه الاخيره بتاعت ام بي دي اللي حصل فيها التعادل والخساره مباراه الترجيح، لكن لسه مشوار مشوار طويل اكيد. الدوري طويل. المباريات كانت ايه يا تاح؟ كانت داخليه. فتحتوا الاول بالداخليه؟ لا، فتحنا في فاركو. فاركو؟ فاركو الداخليه. وبعد كده قابلنا المنيا. وبعد كده قابلنا فيوتشر. بعد كده سموحه، بعد كده امي. كلها فرقه محترمه. طبعا. السنه اللي فاتت بقى انت لعبت الدوري واخدت الدوري، سجلت كام هدف؟ انا سجلت 22. كنت هداف الدوري. الحمد لله. والسنه اللي قبلها برضو هداف الدوري. الحمد لله. طيب، يعني احنا السنه دي عندنا منافسه قويه مع ياسين عاطف، مع تاحه. مع السنه دي سجلت كام هدف؟ انا سجل 7. 7 اهداف ما شاء الله، وانت لسه بنتكلم 7 اهداف في 6 مباريات. وياسين 3 اهداف. فاحنا ما شاء الله يبقى عندنا منافسه قويه، وعلى المستوى الشخصي لما بتحقق اهداف الدوري حاجه كويسه، لكن الهدف الافضل طبعا انك تاخد بطوله الدوري عشان يتوج الجهاز، مجهود الجهاز الفني واللعيبه، والهدف الاكبر والاكبر ان شاء الله تكون موجودين في الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. احنا يعني حلقتنا خلصت يا تاحه، بس اخد منك بقى في الاخر كده يعني طموحاتك وامنياتك ان شاء الله مع النادي الاهلي. ان انا العب فيرست تيم. يعني دايما بابايا بيقول لي نفسي اشوفك في فيرست تيم، نفسي اشوفك بتلعب كده وتشارك في فيرست تيم. ان شاء الله يعني اقدر اواجه الحاجه دي ان شاء الله، واكون في فيرست تيم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقدر تحقق طموحات والدك ان شاء الله، طموحاتك الشخصيه بالالتزام بالجديه بالتمرين الكويس بحافظ على نفسي، وان شاء الله تكون موجود. ياسين العب درجه اولى من وانا صغير. ان شاء الله على اخر السنه دي. طبعا هدفي الكبير ان انا احقق حاجه في النادي الاهلي ما حدش حققها ان شاء الله. ان شاء الله. انا بتمنى لكم التوفيق يا تاحه ياسين، وان شاء الله نشوفكم قريب بقى في تدريبات الدرجه الاولى، وتاخدوا فرصه ان شاء الله، والحلقه الجايه نستضيفكم بقى وانتم نجوم في الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا يا تاحه. حبيبي يا كابتن، تسلم. شرفتني يا ياسين. حبيبي يا كابتن. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي يعني محمد عبد الفتاح تاحه وياسين عاطف، 2 من اللاعبين المميزين سلوكيا وايضا فنيا، 2 من اللي احنا دايما بنتكلم عنهم هنا ودايما بنقول عندنا مواهب داخل قطاع الناشئين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشباح.